جايز كيفكم؟ اليوم رجعت لكم بفيديو جديد من قناتي اسراء جيمر. اليوم حنلعب لعبه فيك اكس تي، واليوم طبعا يا جماعه حفرجيكم مكان الصندوق السري الجديد. اكيد كلكم بتعرفوا وين هو، بس رح فرجيكم كيف تحصلون عليه. الصراحه انا كمان ما بعرف، بس المهم رح فرجيكم جماعه الطريقه، يعني بعرف المهم ما عليكم. فطبعا يا جماعه قبل ما نبلش هذا الفيديو ما تنسوا انكم تشتركوا بالقناه كمان حطوا لايك لهذا الفيديو. كمان بدي اخبركم كمان مره انه فتحت قناه جديده اسمها تشيري شيء زي هيك، المهم رح اترك لكم رابط هالقناه تحت بصندوق الوصف يا جماعه. بهذيك القناه اعتقد رح بلش فيها الاسبوع الجاي او هيك شيء، بس لانه صار معي مشكله بروبلوكس. المهم رح يكون يا جماعه محتوى قناه روبلوكس ورح احكي فيها ان انجلش، بس يا جماعه ما تخافوا رح اكتب لكم تحت يا جماعه الترجمه بالعربي مشان الكل يا جماعه يتابعني. بس يا جماعه هلا ليش لسه ما نزلت فيديوهات؟ بس لانه انا فقيره بروبلوكس. بدي يا جماعه هيك اسوي سلسله عائليه بماب بلاكسبرغ، بس انا فقيره في بلاكسبرغ، فقاعده عم بشتغل مشان اجمع مصاري مشان ابني بيت للعائله، ورح متل هيك مع اشخاص وهيك، فما رح تكون اشي كثير كثير نار سلال دمار. بس اشتركوا بالقناة وتفاعلوا، بدي اوصل ل 3000 فولورز او ماي جاد مشتركين باسرع وقت او اكثر مشان اني ابلش بالقناة. المهم فبس هيك طبعا بحبكم كثير، وهلا طبعا خلي انه نبلش، طولت عليكم كثير. المهم فالصندوق السري يا جماعة اكيد موجود بالجزيرة وليكم وين موجود هنيك، اوكي؟ فطبعا حنجيب معنا اول شيء مشروب طاقة، انا عندي بس مشروب طاقة واحد بس يلا، اوكي رح ننط هون، اوكي على هذا المكان الازرق، بعدين على هذا المكان شفتوا، بعدين على هذا المكان الزهري، بعدين هلا رح نحاول ننط على هذا المكان الاصفر. بس اول شيء يا جماعه بدي اخذ سيلفي مع الصندوق السري، تاتو ما انه مبين كثير منيح بس يلا، اوكي كان بدي اخذ له صوره هيك واضحه اكثر بس يلا، بعدين يا جماعه هيك رح ننط. تدا يا جماعه حصلنا على الصندوق السري، واو في يا جماعه خمسه من هدول العملات، وان شاء الله قريبا رح اسوي لكم فيديو عن كثير طويل يا جماعه مشان افرجيكم كيف تحصلوا على هدول العملات الجديده. انا عندي بس 9، فهو اولريدي بالاول جمعت كثير بالمهمات، بس يا جماعه هلا راحوا كلياتهم ما بعرف ليش، بس انا رح احكي مع الادمن على هالمشكله اذا كانت كمان انتم صارت معكم. وبس هيك رح خلص هذا الفيديو، فبحبكم كثير، اشتركوا كمان وحطوا لايك وباي.